السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. استاذن حضرتك في سؤال بعد اذنك. تفضل. زكاة المال ينفع ندفعها مرة واحدة، لازم ندفعها مرة واحدة، ولا ممكن لو حد محتاجها نظام اقساط مثلا على كل شهر بديله حاجة مساعدة ولا حاجة؟ استخرجها تماما، تخرجها تماما عن من اموالك، يعني لا تجعلها مختلطة بالاموال. تمام. طيب في سؤال تاني بعد اذن حضرتك. تفضل.